الشخص الذي سيجيب عشان أعرف أنه أنا اللي حرد. والله يا أخي العزيز يا أبو أيوب، لا أنت جاوبت ولا غيرك جاوب عن هذا السؤال ولا إجابة. الآن ممكن الآن أرد ولا إجابة، ولا إجابة إذا ما تضرب الأخرى. إجاباتكم يضرب بعضها بعض. ممكن أرد ثم مقاطعة؟ تفضل أخي. لو لم أقاطع سيصل الجواب، لكن لا أقاطع لو سمحت. الله يرضى عليك. تفضل أخي. أنت خليك في الموضوع. أهل السنة في الموضوع، خليك في الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا يعني أقول لك خليك في الموضوع. الموضوع لا مرتبط. لا لا الموضوع كله مرتبط. لا تروح إلى موضوع آخر. خليك في الموضوع. تفضل. الموضوع كله مرتبط. الموضوع كله مرتبط. لأنه دخلنا في موضوع الخطأ. أنت جعلت لأهل السنة أصولاً، أصول هذه الأصول لا يتبنونها. لما تقول، لما أنت سألتني رأى، أنا الآن أجيب على سؤالك. لما أنت يا سيد ميتر سألتني هل السيدة عائشة صدقت أم كذبت، أنا قلت لك أخطأت. قلت لي من أنت حتى ترد عليها؟ وقلت للأخ أنه أنا كسني أخذ ديني من السيدة عائشة. لا، نحن نأخذ ديننا من الدليل. إذا السيدة عائشة أخطأت نقول أخطأت ونتبع الدليل. إذا أبو بكر أخطأ نقول أبو بكر أخطأ ونتبع الدليل. إذا السيدة فاطمة أخطأت نقول السيدة فاطمة أخطأت ونتبع الدليل. إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا هو الدين عند أهل السنة. يعني لهذا أنا دخلت معك في موضوع نسيان النبي. لماذا؟ لأنه إذا أثبتنا أن الكل يخطئ، فحينما أقول لك أنه أبو بكر أخطأ لا تقول لي هل كذب أو صدق، لأنه في احتمال آخر وهو الخطأ. هذه أصول أهل السنة. أنت تلزمنا إما صادق وإما كاذب، يا أبيض يا أسود. لا، في احتمال آخر. في صوت تشويش. أخواني أرجوكم لا أحد يتكلم، خلي الأخ أيوب يكمل، أبو أيوب يكمل، وبعد ذلك إن شاء الله نقدمكم. أرجوكم شوية الصوت معكم. الله يبارك فيك. سو ميوت. وضحت الفكرة. فنحن نؤمن أنه يعني الآية التي أنا ذكرتها متعلقة بالموضوع، لأن أنا لم أخرج على الموضوع حينما أنت طرحت لي موضوع السيدة عائشة. أنا لم أخرج لأنه أنا أساساً دليلي كان الآية القرآنية، فأنت ردت علي بقول السيدة عائشة، فأنا قلت لك أنه السيدة عائشة أخطأت وأنه هذه الآية في أبي بكر الصديق. فهمت؟ فأنا لم أخرج عن الموضوع. أنا أساساً كلامي في صلب الموضوع، أنت من استدللت علي بقول السيدة عائشة. واضح الكلام يا سيد ميثم أو لا؟ واضح. تسمع الرد؟ الحمد لله. تفضل. تسمع الرد؟ هذا بعد ما يجي الثاني. أخونا العزيز منو هذا اللي جاي يتكلم؟ أخونا مين قاعد يتكلم هذا؟ أخونا صوتك الله يبارك فيك. أخواني سووا ميوت أرجوكم. أخواني سووا ميوت أرجوكم. أخواني الأعزاء. هو يقول هذه الآية الآن لو سلمنا إنها نازلة في أبي بكر. أخواني لو سلمنا ويتجنبها وسيتجنبها الأطفال. هذا دليل على خلافة أبو بكر؟ لا، هذا دليل على أفضلية. أخواني الأعزاء في صوت في الأستوديو غير صوتنا. هذا صوت شنو؟ الله يبارك بكم. أخواني عمل ميوت الله يبارك بكم. صوت وموسيقى وبدعة سيئة وبدعة حسنة. منو فاتح الميكروفون؟ في اثنين قاعد يتكلمون الآن، جاي يتكلمون الآن. إخواني الآن جاي يتكلمون في اثنين. أرجوكم على التشويش على البرنامج الله يبارك فيك. هذا الآن جاي يتكلم، هذا أحد الأخوة جاي يتكلم، ما زال يتكلم. الآن راح الصوت، الظاهر انقطع. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين. قلت إن هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر. أفضلية أبي بكر. هي هذه الآية تفضل تثبت إذا ثبتت أفضليته، هل تثبت خلافته أخونا العزيز؟ ها؟ إثبات الأفضلية يقتضي إثبات خلافه. من قال بهذا؟ يعني أليس من المنطقي والعقل أن أفضل الناس بعد نبيها هو الذي يمسك الأمة؟ أحسنت. أفضلهم في ماذا؟ أفضلهم في كل شيء. لما النبي أحسنت. راح أصير مثل ولد. اسمع، تكبير يا أخوة، تكبير. الآن اثبت لنا أن أبو بكر أفضل من علي بن أبي طالب عليه السلام في العلم والشجاعة والقيادة. تفضل. لا تقول لي قال قيل لا اسمعني قيل له كذا وكذا وقال كذا. أعطيني خطبة واحدة بلاغية علمية
في التوحيد من ابو بكر، يلا مثلا في توحيد الله ابو بكر. اخواني اسمعوا، ابو بكر راح يعلمنا توحيد الله، تفضل اخونا ابو يوسف. لا انت تعلم وجهه نظري في هذا الموضوع، علي بن ابي طالب اعلم من ابي بكر، لكن ابو بكر الان تقول ابو بكر افضل في كل شيء، يعني علي بن ابي طالب افضل منا بالعلم، خلصنا من العلم، الان اثبت لي ان ابو بكر قاد لمعركه ونجح فيها، يلا تفضل. يلا انا متعنيك. انا قلت لك ابقى، انا حدثت مع خالد بن الوليد افضل من علي بن ابي طالب مثلا. الان انا اثبت لك كيف خالد بن الوليد افضل، هذا خالد اللي هرب من غزوه مؤته، الان اثبت لك بالادله، اسمعني الان لا شوف اسمعني الان احنا في ابو بكر بعدين نروح لخالد. الان اثبت لي ابو بكر، اثبت لي يا ابو ايوب، انت قلت افضل في كل شيء، الان في العلم انت احترفت علي بن ابي طالب اعلم من ابو بكر، الان في القياده والشجاعه هذه صفات القيادي، ان الله اصطفاك عليه اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، العلم القوه الشجاعه، هذه صفات القياده في القران الكريم، هذه صفات الملوك صفات الخلفاء. الان ابو بكر علي اعلم من عند علي السلام، اثبت لي الان ان ابو بكر قاد لمعركه ونجح فيها، يلا تفضل. ابو بكر كان عجوز لكنه تمكن من فتح البلدان بعد النبي عليه الصلاه والسلام. ما علينا بالبلدان، حتى البلدان اللي فتحها بزمن النبي بعد النبي، هاي البلدان فتح، اثبت لي انه صعد على سيف ابو بكر وقاد الجيش وقاتل ابو بكر طاقطيق ودخل وفتح البلاد. النبي لم يقاتل نادرا ما قاتل النبي، هل هذا يعني انه لم يفتح؟ هاي النادرة اريدها، هاي النادرة اللي فات بها ابو بكر راكب حصان اخوان طربق راكب حصان سيف بيده، هايها ما اقبلها النادرة، نقول لي اياها وين؟ انا ماذا قلت قبل قليل؟ لا 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 لا, لا. لكي لا تفهم الناس الموضوع بشكل خاطئ، انا قلت انه ابو بكر الصديق كان عجوز اساسا، يعني كان رجل عجوز. نعم كبير في السن في زمن النبي لو في خلافه، ولماذا خلاه في جيش اسامه جندي؟ لحظه يا جماعه، هذا النبي الوهابي ظالم، يودي واحد عجوز. لماذا جعله جنديا في جيش اسامه اذا كبر بالعمر؟ يا اخي يودي واحد عجوز بجيش اسامه، والله جريمه والله العظيم. ونوبي طلع يودي بخيبر عجوز، ويودي قيادي بخيبر، ويودي وي عمرو بن العاص وهو عجوز، شوف شلون النبي الوهابي ظالم، وداه غزوة ذات السلاسل وجعل جندي تحت جيش أسامة أميرا، جعله عمرو بن العاص، جعل عمرو بن العاص أميرا عليه وعلى عمر، وهذا العجوز المسكين أبو بكر عجوز عادي. يعني النبي لحظة يا ميثم بالله عليك، يا الله المستعان الله المستعان والله. شوفوا علي، اسمعني أبو أيوب والله العظيم قاتلة، خلي أقول لك شغلة واحدة وأكشف لك سر. علي ابن أبي طالب شنو اسمه؟ اسمعني أرجوك، علي تحط وي أبو بكر هو علي، ليش؟ لأن اسمع علي هو ما ينعل علي، هو علي من الله علي اعلى منه، ما يصير اعلى منه، هو علي الله معلي، الله سماه علي وهو علي قولا وفعلا، هذا علي، ما تقيس وي ابو بكر باحترافك، تقول هو اعلم، هو بالقيادة افضل، هو بالشجاعه اشجع، زين لا والله، بس لو تقرا والله العظيم يا ابو ايوب انصحك تروح للمستدرك على الصحيحين وتقرا قصه مبارزه علي بن ابي طالب لعمر بن ود، اقراها في سيره ابن اسحاق مو في الحاكم، اقراها في سيره ابن هشام، اقراها في الرحيق المختوم للمبارك فوري، بس اقرا مبارزه عمر بن ود العامري لعلي بن ابي طالب، والله اذا انت مسلم مقارنه باطله والله، تفكر اسمعني، لا اعرف المبارزه عن الصحابي، هسه خلي مو علي بن ابي طالب، عن الصحابي يعني الان علي الصحابي يا رجل ابو ايوب انت الان كمسلم، انا مسلم وانت مسلم بغض النظر انه انت سني وانا شيعي، احنا الان كمسلمين نقرا تاريخ والله العظيم، وعندنا أشياء نفتخر فيها في التاريخ والله العظيم، أي مسلم ينتمي إلى الإسلام غض النظر سنيا كان أم شيعيا، حينما يقرأ معركة الخندق وماذا كان يوم الخندق، ويقرأ القرآن إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا يقول؟ نعم. ماذا يقول؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها فارجعوا. زين؟ الله سبحانه وتعالى يصف تلك الحال أنه قلوب المؤمنين وصلت للحناجر. زين؟ الأحزاب اجتمعت عليهم العرب، اجتمعت عليهم العرب واليهود. زين؟ وكل هذا وجاء عمرو بن ود العامري، العرب قاعدين المسلمين مسوين خندق ومأمنين في أمان الله وسادين الخندق منا ومنا فاتحين ما حد يوصلهم رغم كل هذا المخاطر، واقتحم عليهم عمرو بن ود العامري الخندق ووقف أمامهم. وهذا يروي الحاكم وغير الحاكم. من هل من مبارز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من يبرز له؟ كلهم هذا عمرو، هذا عمرو فارس يليل يعد بألف فارس، هذا عمرو، عمرو بن ود العامري بطل من أبطال العرب. قال علي بن أبي طالب أنا له يا رسول. قال أجلس. زين، صاح عمرو مرة ثانية هل من مبارز؟ زين، أخذ ماذا يقول؟ يعيرهم. علي بن أبي طالب ما قام، النبي قال أقعد. ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ بح صوتي، من منكم يريد الذهاب إلى الجنة؟ يضحك عليهم، تعالوا لأرسلكم إلى الجنة. ما حد يقول ولا وصلت الحال هذه القضية. يخرج علي بن أبي طالب عليه السلام، زين، ما سوى له شيء، تبادل ضربتين. زين، هو ضرب الإمام علي بن أبي طالب تلقاها بالترس، وعلي بن أبي طالب ضربه ضربة واحدة بتر ساقه، وقع على الأرض جلس على صدره، أراد أن يقتله فبصق في وجهه بأبي أمه، قام تمشى قليلا ورجع، رجع إليه قتله. زين، قتله، ولت الخيل منهزمة. بعدها جاءت الريح، انكفأت القدور والخيام طارت، ها، وانتهى كل شيء. كفى الله المؤمنين القتال بمن؟ بالله عليك، بمن كفى الله المؤمنين القتال؟ هل من يقول وكفى الله المؤمنين القتال بمن؟ جاوبني، بمن كفى الله؟ ما صارت معركة إلا علي بن أبي طالب وعمرو بن ود العامري. هاي آية أخواني قرآنية تقرأ ليل نهار، حينما يقول وزلزل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى أن يقول وكفى الله المؤمنين القتال. الله كفاهم القتال بماذا؟ بمن كفاهم القتال؟ سيد ميثم، صوتي مسموع أو صوت فضل. أبو كريم مسموع؟ تفضل. أوكي، شوف، هذه مقارنة باطلة. لماذا؟ لأنه أنا مثلا عندي أنه الحسن رضي الله عنه أفضل من خالد بن الوليد. ليش؟ مع أنه خالد بن الوليد يعني إنجازاته أكبر من الحسن، يعني كعسكريا، يعني خالد بن الوليد الآن في كمل. أنا أخبر يعني الآن خطط خالد بن الوليد في حرب لا لا أبو وديب، بس خلينا بالإمام علي لحظة. الإمام علي هل قاتل في صفين والنهروان والجمل بنفسه؟ السؤال لي؟ اي ساجيبك بعد ان اكمل جوابي. لا لا مو هو لا خليك على الامام الحسن، الان احنا في الامام علي. الامام علي قاتل بنفسه في الجمل وصفين والنهر، وكان عمره 58 سنه بصفين، وابو بكر مات عمره 61 سنه. ايش عجب انه ابو بكر ما قاتل بمعركه بعد بالخلافه مالته، والامام علي قاتل كل المعارك. انا سأتيك بالدليل، بس خليني بالأول أبين. شنو دليل؟ أي دليل؟ ما عندك أي دليل؟ شنو دليل؟ لا عندي بس لو سمعت ستسمع الدليل، بس خليني يلا منتظر جوابك. يلا. الله عز وجل أعطى لعلي بن أبي طالب قدرة بدنية وقدرة جسدية أكثر من غيره. يا سيد ميتم، هذا لا يعني أنه أفضل من أي شخص. يعني مثلا خالد بن الوليد مثلا كان أقوى من أبي ذر، كان أقوى من المقداد. علي يعني خالد بن الوليد هو الذي غلب المسلمين يعني في غزوة أحد. هل طبعا أنتم تقولون أنه ليس بمؤمن هذا، وطبعا ستقول لي كتبكم عوفكم. خالد بن الوليد غلب المسلمين. خالد بن الوليد غلب المسلمين في معركة أحد؟ نعم، المسلمين انسحبوا. لا مو انسحبوا، لا قولها بمعنى النبي يقتل.
ألم يكن أرجوك المسلمين انسحبوا لو هربوا؟ انسحبوا لو هربوا؟ خيانة. نفس الشيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءت خيل خالد بن الوليد ماذا فعل؟ انسحب مثلهم لو لا؟ نعم، هو أول كان صعد مع الصحابة للجبل بعدما يعني بعدما ضرب رمح. يعني النبي هرب من خالد بن الوليد فوق الجبل، صح؟ نعم. الله أكبر. تقرأ القرآن أنت؟ يقول لا يولون الأدبار، لا إله إلا الله. نعم. تقرأ القرآن أنت؟ هذه تتكلم في المؤمنين. نعم. أنت تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن أخونا العزيز؟ أكيد. مو حافظه لكن أقرأه، نعم. أظن أني حافظ جزء كبير. شنو معنى هذه الآية؟ يلا قرأها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إذ تصعدون ولا تلوون. تذكر الموضوع الرئيسي. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. والرسول في أخراكم وليدعوكم في أخراكم. هاي وين؟ ها؟ في القرآن. شنو معناها؟ في القرآن. شنو معناها؟ يعني لا يعني لا تلوون يعني من الرعب والخوف، يعني هذا هو المقصود. قرأ لك الآية. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حينما أراكم ما تحبون شفتوا الغنائم، عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزلتم إلى الغنائم. هذا معنى الآية. تريد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يصف الحالة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول في أخراكم والرسول يدعوكم. مو صعد وياكم الرسول يدعوكم في أخراكم. يا صحابتي ارجعوا، ما في يا معودين ارجعوا. تقول للنبي صعد وياهم للجبل. لكن لما استتب القتل في المسلمين صعدوا، لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ثلة من بني هاشم وقفوا وتصدوا لجيش المشركين. والله الذي لا إله إلا هو. اسمعني، وهذه رواية تاريخية وهذا القرآن. تقول النبي في أخراكم. هو لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشا كما تقول أنت وتفتري عليه، وأنا أقول لك توب إلى الله واستغفر وروح في غسل التوبة. النبي في أخراكم يدعوكم، يقول لكم رجعوا. يدعوكم شنو؟ يدعوكم في أخراكم يعني شارد وياكم. لو يقول لكم ارجعوا إلي ارجعوا، ما رجعوا وصعدوا فوق الجبل. وأولهم عمر وطلحة، يسمونهم بأهل الصخرة باعتراف علمائك. ألقوا ما في أيديهم. من الذي رجع إلى رسول الله؟ رجع له أنس ابن النضر، عم أنس ابن مالك، هذا الذي رجع إليه. قال يا أخوان، يا أصحابي، يا أخوان، إذا كان محمدا قد قتل فقاتلوا على ما قتل عليه. ورجع وقاتل وقتل فقط من أهل الجبل، هذا الذي رجع. القتال ما زال مستمر. اسمعني أرجوك اسمعني، أنا أتكلم إليك بمصادر تاريخية. والآن بضغطة زر تقول لي أعطيني هذا المصدر، أعطيك إياه الآن. وأنا أتكلم لك الآن من تاريخ الطبري. الرواية موجودة في تاريخ الطبري. تاريخ الطبري كله في صحيح ضعيف. لا صحيح. عند ابن كثير لا. هذه الرواية على أصح الصحيح. وعند ابن كثير في البداية والنهاية. أروح المصدر حديثي. يا رجل ابن القيم يذكرها، أمامك ابن القيم يذكرها. أنس ابن النضر يقول وصل إلى أصحاب، اسمعني، وصل إلى أصحاب الصخرة، ما يسمونهم منهم، إلى أصحاب الصخرة. قال ما يجلسكم ها هنا، ألقوا ما في أيديهم من سلاح. واحد قال من لنا بعبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من المشركين، والآخر يقول لمن لي بفلان اليهودي يأخذ لي منه أمان. قال يا قوم إن كان محمدا قد قتل فقاتلوا على ما قاتل عليه. يعني الصحابة صاعدين فوق الجبل شاردين، والنبي بعد يقاتل
بالأسفل قاتل ما زال قاتل. اسمع يا قوم قاتلوا على ما قاتلوا عليه. نزل أنس بن النضر فقاتل. والله هذه يا أبو أيوب والله حقائق هاي تفيد المسلمين. والله هذه تبيض وجه المسلمين. أنت تتكلم أنت قلت لي يا رجل نزل اسمعني أرجوك بس هاي أكملها بنص دقيقة. نزل أنس بن النضر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل وقتل واستشهد والنبي ما زال يقاتل وهؤلاء صعدوا الجبل والقرآن يشهد بذلك. تقول للنبي هرب من خالد بن الوليد ما تستحي مو عيب عليك النبي يهرب من خالد ما عيب هذا الكلام هذه إساءة إلى خالد الفرار الذي ترك مؤتع ذهب عبد الله بن خوالي عبد الله بن جحفر زيد بن حارثة سبقوا خالد بن الوليد قاتلوا وقتلوا في مؤتة حتى حينما تولى القيادة خالد بن الوليد أطلق ساقيه إلى الريح وظل أطفال المدينة يعيرون هؤلاء الفرارين الذين فروا من مؤتة وظلت حسرة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات. انفذوا جيش أسامة بسبب ماذا؟ بسبب هروب خالد بن الوليد من الروم. قاتل عبد الله بن رواحة قتل أخذ الراية عبد الله بن جعفر قاتل وقتل أخذ الراية زيد بن حارثة قاتل وقتل أولهم زيد ثم عبد الله بن رواحة واضح إخوان الأعزاء وهؤلاء الثلاثة قاتلوا وقتلوا حينما تولى خالد قيادة المعركة ما صبر يوم واحد أطلق ساقيه إلى الريح وجاء بالجيش هاربا. ألم ينتصر بعدها؟ انتصر بماذا؟ بماذا انتصر؟ انتصر في من إخواني؟ ذهب إلى بني يربوع أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل الناس حتى قال بسند صحيح عندك اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد تولى القيادة في زمن أبو بكر وقتل مالك بن نويرة وزنى بأمرته. هي هاي شجاعته على النسوان شجاعه خالد هاي يزني بالنوار ملكه امراه مالك بن نويره. لو تكلمت عليك بروايات من كتبك ستقول لي ضعيفه. يا سيد ميثم خلينا في الموضوع الرئيسي. انت قلت فيك في الموضوع الرئيسي لكن لا تتجاوز على رسول الله ممنوع تقول رسول الله. لا 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 مو من حقك هذه كتبنا مو من حقك يا سيد ميثم. أنا لا أتي وأقول عن أنك تجاوزت على رسول الله في كتبك فمو من حقك هذه عقيدتي أنا أعتقد ما أشاء. أنت ناقشني في عقيدتي ما تقول لي أنه تجاوزت. أنت ليس من حقك حتى المسيحي تقول له أنك تجاوزت على المسيح عقيدتي كتبه. لا تستحي بالله عليك هذه كلمة أنت حر هذا حوار مؤدب لحظة أنت عقيدتك لكن هذا أسلوب أرجوك أنا قرأت من كتب اليوم والله يا سيد ميثم لا هذا مو كلام. أنت تجاوزت على شخصي قلت لي ما تستحي هذا كلام بالله عليك يا سيد ميثم. والله عيب لأنك تسيء إلى رسول لماذا تنتقي من كتبك تنتقي ما فيه إساءة لرسول الله وتترك ما فيه صيانة لرسول الله. تقول رسول الله هرب من خالده هو ما هارب ليش تختار هذه عقيدة ماذا قلت أنت تحكي في العقيدة ما تحكي في الشخص يا أخي القرآن يقول ما هرب أنت تقول هرب أنت تكذب القرآن الرسول في أخراكم أين نفى أنت قلت انسحب أو لم ينسحب. ما قلت انسحب قلت الرسول يدعوكم اللي هارب يدعوكم إخواني يعني أنا مقر أنه دعاهم لكن حينما استثق القتل في المسلمين رجع مع المسلمين إلى الجبل. هل أنا أنكر هذا الكلام؟ أخي أرجوك الرسول يدعوكم يعني أنت يا سيد ميثم والله أنا عصبت بصراحة أنا أحترمك لكن هذا الأسلوب اللي عملته معايا بصراحة مو يعني ما عهدته عليك أنك تقول لي أنا ما أستحي هذا كلام ما يقال. أي إنسان لا خط أحمر أي إنسان يسيء إلى رسول صلى الله عليه وسلم ما في خط أحمر والله العظيم الإساءة إلى رسول الله عيب. كتبنا كلها إساءة أنتم تعتقدون أن كلها إساءة يعني هذا لو جاءت تقول أنت ما تستحي لأنك تؤمن أن الرسول عندك هذا مو كلام. شوف الآن أبو أيوب إذا أنا أسأت أحتذر لك الآن أنت عندك كتبك فيها أن الرسول هرب وفيها لم يهرب لماذا تقدم الهروب على عدم الهروب؟ ليش؟ لأنه هذا هو المنطقي يعني النبي لما كاد يقتل سيبقى يقاتل لوحده لما المسلمين كلهم هربوا؟ لا المسلمين
لأنك تعرف أم عمارة الأنصارية؟ تعرفها؟ نعم رضي الله عنها. شنو موقفها هاي في المعركة؟ قتلت، هذا الذي أعلمه فقط، يعني كل الذي أعرفه. لا ضربت على عاتقها. لا لا أتذكر كل لا لا أتذكر يعني كل الصحابة وكل لا عادي. نسيبة بنت كعب في يوم أحد ثبتت مع من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانه ما يقارب. اسمعني يا رجل أرجوك لا تقاطع افهم. طالب رضي الله عنه. والله العظيم. يعني نعطيكم يا أبو أيوب معلومات بلاش والله ما تتعبون أرواحكم عنها والله العظيم. هذه المرأة ثبتت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفر من المسلمين، نفر من بني هاشم وفيهم علي بن أبي طالب عليه السلام وفيهم سبعة وستة. هؤلاء ما هربوا، هؤلاء تصدوا إلى الجيش إلى أن انسحب الجيش بنفسه. ممكن ومعهم لو سمحت لحظة يا رجل، ومعهم هذه المرأة، هذه المرأة أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب ومعها ابنها. ونزل إليهم أنس بن النضر عم أنس ابن مالك أيضا قاتل وقتل. واضح خل عزيز، هؤلاء ثبتوا للمشركين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يدعو الصحابة الذين فروا، والرسول يدعوكم في أخراكم يصيح لكم يا أصحابي هلموا إلي. طيب إذا هو هارب وياهم كيف يقولون قتل محمد؟ غير يشوفونه هارب وياهم، صعد الجبل وياهم. والجبل شنو مثلا؟ صعدين لواحد يشوف الثاني لما قالوا قتل محمد ومحمد وياهم، كان قالوا هذا محمد ويانا صعد الجبل، شلون تقولون قتل؟ النبي ما زال في المعركة، النبي ما هرب، لذلك قالوا قتل، والنبي ما قتل، النبي قتل. لما كان ما زالت المعركة محتدمة، لما قالوا قتل، لما كان ضرب النبي وظن البعض أنه قتل، أما الانسحاب هذا حصل لاحقا، يعني ما نخلط المواضيع ببعض. أنتم من يخلط أخونا العزيز، أنتم من يخلط. طيب عندك شيء؟ سيد دقيقة سيد أكيد لا 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 أخونا عمار خلي يتكلم عمار تكلمت هو يا أخونا أنت أبو أيوب لا لا أنا أبو أيوب أبو أيوب شوفوا هؤلاء اسمعني شوف هذا شلون يجمل المسألة اسمعني شوف لا اسمعني أكمل دقيقة وأروح ما تكمل إن شاء الله خلي يكمل عمار أقدمك وراء أبو أيوب أقدمك وراء أخونا دقيقة وأقدمك بعد بإذن الله وعد اسمعني يعني أقول لك شوف هو عمر يقول فررتوا هو يقول أنا فررت هذا قلنا صعدوا اسمعني لا تقاطع اسمعني لا هو ما يسألك ما جاي يسألك اسمعني هي مداخلة بسيطة اسمع بعدها لا اسمع متحدثك وقالك ساعه تتكلم اسمعني خليني بس اكمل احترم يا اخي احترم مقدموني احترم ارجوك ابو ايوب ارجوك قدمنا ياخذ دقيقه واحده دقيقه واخذ الثلاث دقائق بعد شديد خلي ياخذ شوف هذا ابو ايوب اسمعني يا رجل يا ابو ايوب يا رجل تخلص يلا تفضل شوفوا يا اخوان انا مضطر امشي يلا تفضل لا ترد انا مو لك شوفوا هذا يا اخوان يقول صعدوا يعني جروب سياحي جايين الاخوان صعدوا على الجبل انسحب تكتيكي لك فررتوا عمر يقول فررتوا انت يعني انت شنو ملك اقرب من ملك هو فروا عمر يقول فرت وانت صعدوا جروب سياحي جايين سياحة الاخوان انسحبوا صعدوا كيف تلعب بالالفاظ بعدين خالد بن الوليد وين بطولاته انا بس اريد اعرف شنو بطولاته حتى ما قتل مالك بن نويرة هو قتل اصلا كان ولا شارك لك بعث رسول الله الى اليمن ظل شهرين ما فتح اليمن راح امير المؤمنين علي بن ابي طالب يوم واحد
يوم واحد فتح اليمن، تقولون علي بن ابي طالب ماذا فتح؟ اعطونا فتوحات علي بن ابي طالب. يوم واحد هذا اليمن فتح امير المؤمنين. شو هي هذا؟ لانه ناصبي الامويين جعلوا سيف الله المسلول. هسه تسال اي وهابي خرج نريد اشجع من علي بن ابي طالب باي شيء باي شيء؟ لكن ما هذا الحقد من بدر الى ابن هروان؟ من منكم محمد سيف انتم؟ من هو تظلون ابو بكر وعمر باي شيء؟ انا والله العظيم هذه موتتني يا اخي. بيش بنسب بحسب بولاده باولاد بزوجه باسبقيه بالاسلام بعلم بشجاع بيش؟ انطوني وحده على قولة جدي تعالوا حط بشريني ايش عندك؟ بس ادتين بيش فضلتهم؟ هذا الصعاليك ذولي بيش فضلتهم؟ بيش على علي بن ابي طالب؟ بيش اولاد شو خمارة؟ اولاد ذولاك كلهم اولاد عمر واولاد ابو بكر خمارة. زوجة هاي شكون حتى بعائشة؟ زين بيش باسبقية بالاسلام؟ بيش ادفتهم بشجاعة؟ فراء اتحداك الان تطيني ابو بكر وعمر ثبتوا بمعركة واحدة، اتحداك اعطيني معركة واحدة ثبتوا بها ولم يولوا الدبر، معركة واحدة سمي لي واحدة. بيش بعلم ربات الحجال؟ والله العلي العظيم احنا ظالمين عمر بن الخطاب يا اخوان. انا اليوم بدي اصير عمري يعني، والله الرجال صريح جبان يقولكم انا جبان فرار، بالعلم يقول ربات الحجال افقه منك، اصابت امراه واخطا عمر، لولا علي لهلك عمر. ابن سبي يقول للرسول الله لا تضحنا يا رسول الله. ابن سبي بيش اريد اعرف بيش سويتوه؟ خمار يقول انا خمار. بيش سويتوا عمر؟ النبي يقول لك ما تريد ان تذكره امه؟ وين تذكر امه وتخلف الجبل؟ شنو ابويا تخاف تنحسد بالساحه يشوفونك؟ ليش خلف الجبل؟ نتعلم ورا الجبل يعني؟ يطعن في رسول الله، لكن هذا لو قايله في عمر بن الخطاب لا لا ينتفض، لكن رسول الله هرب عادي لان جماعه مهربين اللي يسوون الرسول هرب. قطع الخط، قطع الخط، الله المستعان. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما اعرف عمار انقطع، اعتقد عمار انقطع. عمار انقطع. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زلت موجود اخي ايوب؟ اسمعني؟ نعم نعم تفضل اخي. الان لك الوقت طبعا. نعم لك ثلاث دقائق كامله تفضل. بارك الله فيك. انا طبعا كلامي معك يا سيد ميثم ليس مع غيرك لكي لا يشوش الموضوع. وانا راح اسجل والله. الله عز وجل تمام بارك الله فيك. الله عز وجل في نفس الآية كما أنت قرأت ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، يعني المؤمنين لما هربوا الله عفى عنهم. الموضوع بهذه البساطة، أنا مقارنتي لخالد بن الوليد بالحسن ليس من باب الأفضلية، لأنه أنا عندي الحسن رضي الله عنه أفضل من خالد بن الوليد، لكن الكلام هنا حول الحرب، هل لأن خالد بن الوليد قتل أكثر من الحسن معناها خالد بن الوليد أفضل من الحسن؟ أو يزيد مثلا لأنه قتل يعني هو طبعا قتل مسلمين نعم، لكن أيضا غير مسلم، هل معنى هذا أنه أفضل مثلا من الحسين؟ لا طبعا، يعني هذه مقارنة باطلة. ما دليلي أن أبو بكر الصديق كان عجوزا في هذه الفترة؟ يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام ضربوه أهل مكة لأنه كان يصلي دافع عنه فضرب أبو بكر، فالناس يعني ثارت على الذي ضربه وقال يعني كيف تضربون رجل عجوز أو رجل هرم؟ أنا أتذكر الرواية بالمعنى وليس باللفظ. فكيف يعني نحن ليس عندنا أساسا يعني ممكن بعدين يعني ترد عليه وتأتيني برواية صحيحة حول السن الذي توفي فيه، فلا يمكنك أن تقارن لي شخص عجوز بشخص ما شاء الله يعني الله أعطاه قدرة جسدية أفضل من غيره، لا هذه مقارنة باطلة. أنا قلت لك أنه أبو بكر عندي الأتقى، طالما هو الأتقى معناها الأفضل، وأنا حددت لك لما قلت لك الأفضل يعني الأتقى تمام. المسألة الأخرى، أنا طرحت حديث أنت ممكن تقول لي ضعيف أو صحيح، أنت حر يعني، أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعني الكفتين يعني كفة مؤمنين وأبو بكر لرجحت كفة أبي بكر، وفي رواية لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. والسيدة عائشة طبعا لأنها مطعون فيها تقول انه يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني لحظه اشوف الروايه
ادعي لأباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. طبعا هذه الرواية مضروبة، يعني أنت ستقول غير مقبول لأنه السيدة عائشة مختلف فيها، صح؟ المهم أنه في رواية، في رواية تحدد. فهذا هو الرد على الحلقة، يعني كل هذا الكلام الذي أنا قلته من أجل أن أصل لهذه النقطة، أنه نعم حينما قال عمر بن الخطاب أنه خلافة أبي بكر خلافة يرضاها الله ورسوله بسبب هذا الحديث، وحتى حينما مات رسول الله ولم يحدد أبا بكر بالاسم اتفق المسلمون عليه. لهذا الحديث يقول يأبى الله والمسلمون إلا أبي بكر. ستقول لي لكن ليس كل المسلمين، لا يلزم، إذا وجد كبار المسلمين في المسألة والمسلمون لم يعترضوا فلا إشكال. حتى إن اختلف يعني بعض المسلمين لكن كانت النسبة الأكبر تميل لهذه المسألة فلا إشكال أيضا، يعني لا يلزم أنه كل الناس تبايع الخليفة، لا، يكفي أن يبايع كبار الناس الذين يمثلون باقي الناس. هذا الموضوع، الموضوع بهذه البساطة. بارك الله فيك، وأتمنى أن لا أكون خرجت عن الموضوع لأنه أنا أحاول أن أبقى في صلب الموضوع. أعطيك من الأخير الذين يبايعونهم كبار الناس، من يحدد هؤلاء الكبار؟ نعم، هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حددهم أم الله حددهم؟ وهل كبارا في أعمارهم أم كبارا في أعمالهم؟ من الذي يحدد؟ إيش تحب يعني؟ إيش من الذي يحدد؟ يعني تقول إن هؤلاء، يعني على ما يقول، خلينا أصحح لك المسألة، هؤلاء الذين يختارون الخليفة هم أهل الحل والعقد. طيب من الذي يحدد منهم أهل الحل والعقد؟ من؟ الله، رسول الله، أم هم؟ واحد يقول للثاني أنت من أهل الحل والعقد، يقول لا أنا من أهل الحل. من الذي يحدد هذا المفهوم؟ من الذي يحدد هذا المفهوم؟ الصحابة. من الذي الصحابة. أحسن أحسن. الآن أعطيني الآن بدليل بسنة صحيح إنهم قالوا عن أبي... لحظة إنهم قالوا عن أبي بكر وعمر ومن كان في الصحيح في السقيفة بسنة الصحيحة قال خلافة عمر مختلفة. لا، خلافة عمر مختلفة. ليس عن عمر أتكلم، ليس عن عمر أتكلم، إنهم قالوا عنه إنهم هؤلاء هم أهل الحل والعقد الصحابة. بل أنا أتيك بأسانيد صحيحة، عمر نفسه يقول أنا لست من أهل الحل والعقد، يقول الهاني الصفق في الأسواق، عن العلم وعن دراية الحديث. بل إن الصحابة حينما سأل أبو أيوب عن حديث وعن مسألة الاستئذان قال له ائتيني بإثنان يشهدون معك إنهم سمعوا هذا من رسول الله، وإلا أوجعت ظهرك بالصياط. جاءه أبو أيوب بسنة صحيح يستأذن على عمر، ها، فاستأذن لم يذل، طرح الباب. أرجوك خلينا نتكلم، خلينا نكمل. فأرسل إليه قال ما الذي دعاك إلى الذهاب؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من استؤذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فلينصرف. قال اتيني عليه بشاهدين وإلا أوجعت ظهرك بالصياط. جيب لي شاهدتين. ذهب إلى الصحابة، من هم ابن مسعود وفلان وأبو ذر وجالسين. قال له، قال لهم من يقوم معي إلى عمر؟ قالوا ما الخبر؟ قال له، قص لهم القصة. قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد بينا يروح لعمر. شنو معنى هذا الكلام؟ يستهزئون بعلم عمر، يعني يقول هذا رجل جاهل، ما يقوم معك إلا أصغرنا. هو يقول، هو نفسه يقول كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجاب، فكيف يكون من أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد أهل العلم. يا أنا ما قاطعتك أبو أيوب، ليش قاطعني؟ أنا ما قاطعتك، أرجوك. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تقول هؤلاء الذين هربوا عفى الله عنهم. احنا ما تكلمنا عن مسألة الهروب، ولكن أنت ما تقبل يا أيوب، ما تقبل، يعني أنا أقول أبو بكر خير الناس وعمر خير الناس، زين، وأقدمهم على الجميع، وامرأة وهي نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية ثبتت مع رسول الله وهم هربوا، يعني بالله عليك أنا أقدم هذه المرأة أم أقدم هؤلاء؟ بالله عليك، بالله عليك، حينما يقاس يعني هذه المرأة، شوف مو مسألة الشجاعة، القضية حتى لو كان الإنسان مع احترامي جبان، القضية حتى لو كان الإنسان معوق. هسه أخواني أكو تصير حوادث، يريد يقتلون ولد، يريد يقتلون شاب غيرها،
امه او اخته امراه ضعيفه ما تهرب، تقولهم روحوا ويروحها، تشبك عليها تقولهم قتلون وياه، صارت هاي لو ما صارت اخوان ليش؟ وفاء الى معزه به. هسه انتم مع احترامي، شوف مع احترام جبناء ما تقدرون تفرون، يا اخي رسول الله تحبونه اكثر من روحكم، زين موتوا معاه، اذا ما تقدر تقاتل ابقى وياه، موت وياه. امراه بقت مع رسول الله وتحارب وتقاتل ويضرب ولدها على عاتقها، يقول له رسول الله يا ام عمار ولدك ولدي، قالت الا رسول الله، يا ولدي ولدي شنو؟ رسول الله هذا، هذا رسول الله، تضرب على عاتقها بالسيف وتبقى تقاتل، ولدها يقتل تبقى تقاتل. بالله عليك انا يجيني التاريخ ويجيني ابو ايوب يقول والله ابو بكر الاتقى، بالله على هالكلام وين اصرفه يا خانه؟ وين اخلي هذا الكلام؟ يعني انا انسان مسلوب عقلي، انا انسان ما عندي عقل، ما عندي قيم، ما عندي حضاره، ما عندي فكر، ما عندي ميزان، ما عندي اخلاق اساوي مثل هاي المراه مع ابو بكر. بالله عليك باي انصاف هذا؟ باي عداله هاي؟ باي عداله اجتماعيه؟ باي عداله انسانيه؟ باي ميزان للمسلمين؟ يعني الله بيوم القيامه يثنوا على ابو بكر وعمر اللي صعدوا فوق الجبل ها ويطببهم للجنه ويفضلهم على هاي المراه التي اثرت نفسها واثرت بابنها على رسول الله؟ يعني انت تحكم على الله باي موازين هذا؟ يعني انت تحكم على الله ماذا يفعل؟ طيب هذه النقطه الاولى. النقطه الاخرى تقول ابو بكر عجوز، يا اخي ابو بكر ما بينه وبين رسول الله سنتين، ورسول الله كان يقود المعركه وكان يخرج و و و هذا الكلام. طيب يقول انه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. لو عندك في صحيح البخاري لو تفتح عمل الشيطان لا تقول له، هو يقول له كيف يقول له؟ وابو هريره في صحيح مسلم قال خليلي رسول الله، ابو هريره يقول خليلي رسول الله، ابو هريره هو يقول لو كنت متخذا خليلا، يعني ابو هريره صادق ام كاذب ابو هريره؟ نعم صادق، لكن الرسول لم يكن ابو بكر خليل رسول الله وابو هريره خليل رسول الله. ولو كنت متخذا يعني انا شوف يعني انا ما اتخذت خليل، ابو هريره يقول خليلي رسول الله، والنبي يقول لو كنت متخذا خليلا. ها يا سيد ميت، لو كنت يا رجل اسمع الحديث، اسمع الحديث انا احفظه، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. يعني انا ما متخذ خليل، يجي ابو هريره بصحيح يعني هو ما متخذ، لكن ماذا يعني هذا؟ يأتي أبو هريرة يقول قال خليلي رسول الله صع وسلم، شنو؟ نصدق من؟ إيش صع وسلم؟ شنو؟ نصدق من؟ إيش صع وسلم؟ هو هاي الماشي، قال خليلي، شنو قال خليلي؟ عمري ما قلتها الحمد لله، بلاش يا سيد ميت. لا مو عليك والله، أنا ما أقصدك أنت، أنا ما أقصدك، بس هي جرائم الحديث هكذا، قال خليلي، يا أخي خليلك شلون؟ هو يقول أنا ما اتخذت خليلي، هو شلون خليلك؟ طيب هاي الأخرى، ادعي لي أباك وأخاك، ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا أني أخاف يتمنى المؤمنون وأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. طيب إلا أبا بكر. والثانية عمر خلافة أبو بكر، تقول يرضاه الله ورسوله. طيب يرضاه الله ورسوله أكثر من 10 أحاديث للعلم، انا بس يعني اختصرت. قال عمر هسه ادعوا لي اباك واخاك، هذا عندك انت اكو اخواني اقص لكم القصه بشكل مبسط. اخونا حسن الرياحي عذر على تاخيرك، الله يبارك فيك اخونا اسد بابل، بس انت من الاخ دقيقه واحده اقص لكم قصه. اخواني واحد مرته زعلانه، وجيش زعلانه راسها يوجعها، فهي راسها يوجعها شك يوم بالعاميه راسي وجهها، قالت له والله هو يقولها والله ان حصل اذا تموتين انا استغفر لك. تقول له والله لو حصل هذا الامر تروح تعرس وي واحده من زوجاتك زين، وانك تحب موتي، والله انك تحب موتي. قالها والله لهقتها ممت، انا ردت اودي على ابوك وعلى اخوك واكتب كتاب لابوك اسوي خليفه وراي يرضيها على زعلانه منه. الآن ألزمك، هل رسول الله صادق أم كاذب؟ نفس المنطق. لحظة يا رجل، لحظة بالله عليكم، أنتم مصدقون هذا الكلام؟ وين تودون يا مكان؟ واحد يريد يرضى زوجته، يعني واحد يريد يرضى زوجته زعلانة منه يحط أبوه والله راح أخلي أبوش خليفة على مود حتى ترضين،
زعلانة تدلل يجيب لها هسه يشتريها فستان يراضيها يشتريها ذهب يرضيها بس والله أنت زعلانة إيه والله أنا زعلانة راح أخلي أبوك خليفة بعد شو تريدين رضيتي بالله عليك هذا هالكلام وين 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 تمشونه بياسوق أنت أنت ما تقولوا هالكلام من وين تجيبونه لا انت اليوم اكثر اليوم ادري اخذ طيب. اكثر من وقت طيب طيب اخونا العزيز طيب ابو بكر لماذا ابو بكر لماذا لحظه ايوب ابو ايوب لا تقاطع ابو بكر لماذا لم يحتج بهذا الحديث في سقيفه بني سعد ويقول لهم النبي اراد ان يكتب لي انا الخليفه ليش احتج عليهم من الخلاف في قريش احتج على انصار ممكن طيب. تقول خلافه ابو بكر قال عنها عمر خلافه يرضاها الله ورسوله هذا وين الكلام؟ في صحيح البخاري يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها من عاد إلى مثلها فاقتلوه يأمر بقتل الذي يفعل فعل أبو بكر يعني لو كان أبو بكر عنده سلطة عليه قتله فلتة وقى الله المسلمين شرها من عاد لها فاقتلوه كان من كان قل يرضاه الله ورسوله يقول فلتة شو يعني فلتة يعني شر صح من غير تدبر أو روية هذا معنى الفلتة ما فيها تدبر يعني ما فيها. ليست حكمة ليست أمر جاء بحكمة بتأني بدراسة زين هكذا حصل فلتة الشر وقال الله شرها المهم أخوانا العزيز لحظة ممكن أقدم لك مجال أرجوك أعطيك مجال والله الناس هذا طلب ليس سؤال هذا طلب يا سيد ميثم هذا مجرد طلب أريد أنه يكون في حوار مستقبلي بيني وبينك بدون يعني بدون أي تدخلات منك إن شاء الله لأنه هذا الموضوع رئيسي إن شاء الله إن شاء الله يلا تصبحون على خير أخوي أسد بابل تسمعني يا أخوي ميثم حياك الله تفضل أخوان الله يحفظك الصوت واضح إن شاء الله